بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع الدرس الثامن من مادة الدراسات الإسلامية للصف الخامس لابتدائي قسم التوحيد، دلائل معرفة الرب عز وجل. سنتعرف على دلائل معرفة الرب عز وجل وماذا يجب علينا بعد أن نعرفها، وسنتعرف على خلاصة العبادة لله عز وجل. أتأمل في الجبال والبحار والنباتات، ثم أستخرج ثلاثا من الآيات التي تدل على وحدانية الله عز وجل. أو هل الجبال والبحار هو طلبهم مني وكتبهم؟ أول حاجة من آيات الله في الجبال: ارتفاعها يدل على عظمته، ارتفاع الجبال يدل على عظمته. امتدادها في باطن الأرض يدل على قوته. الجبال بتمتد في باطن الأرض، طولها فوق، طولها في باطن الأرض قد طولها فوق مرتين، يعني لو فوق واحد يبقى تحت اتنين، يبقى لو ارتفاعها تلاتة تتلاقي فيه واحد بس اللي ظاهر فوق واتنين تحت. عشان كده بيقول والجبال أوتادا، يعني أوتاد مثل الوتد. ضخامتها يدل على عظمته وقوته. ضخامة الجبال يبقى الارتفاع، الضخامة، الطول. من آيات الله في البحار قوة الموج وارتفاعه ويدل على قوة الله وعظمته. وجود الأسماك الضخمة وكثرة تنوعها يدل على عظمة الخالق وقوته. قوة الموج، قوة الأمواج، هذه تدل على لما تشوف الموج هو بيعمل إزاي، بيغرق البلاد ويدمرها، دليل على أن الله هو القوي. آلاف أنواع الأسماك الموجودة في البحر تدل على عظمة الله عز وجل وقوته. من آيات الله في النبات تنوع النباتات يدل على عظمة الخالق. إنبات الحبة من التربة وتنوع الثمار والأشجار والأزهار يدل على قوة الخالق وعظمته.
عظمته. بأي شيء أعرف ربي؟ أعرف ربي بأشياء كثيرة، أعرف ربي بآياته الكونية، ومن أعظمها الليل والنهار. تخيل لو ليل على طول ماذا سنفعل؟ لو نهار على طول دائم ماذا سنفعل؟ الشمس، تخيل لو لم يوجد شمس، لن تكون هناك نباتات ولا حيوانات ولا إنسان. تخيل القمر، هذا له دور كبير في عملية الإضاءة في الصحراء والمد والجزر في البحار. قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يبقى من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، عليك أن تسجد لله الذي خلقهم. أعرف ربي بمخلوقاته العظيمة، ومنها الحيوان والسماء والجبال والأرض، كل هذه أشياء عظيمة. قال الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. الإبل هذه الخف، الله عز وجل جعله عريض حتى لا يغوص في الصحراء، وجعله قوي حتى لا يتأثر بالشوك، وجعل للإبل هنا سنام، هذه السنام هذه تخزن الماء في داخلها لمدة شهر، والماء يظل داخل الإبل لمدة شهر حتى إن عطشت تستخدم هذا المخزون. شفتي الإبل تستطيع أن تتحمل الشوك فلا تتشقق وتستحمل. عشان كده الله عز وجل يقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. من علمها؟ من صنعها هكذا؟ الله عز وجل. وإلى السماء كيف رفعت. كيف رفعت هذه السماء بلا عمد؟ كيف رفعت هذه السماء بلا عمد؟ لو رفعنا مسجد بدون أعمدة يقول لك ده المهندس ده رائع. طب من الذي رفع السماء بلا عمد؟ الله عز وجل. وإلى الجبال كيف نصبت. شوف الجبال القوية الضخمة المرتفعة الشاهقة العظيمة التي لها أوتاد في داخل الأرض طول مثل طولها في البر مرتين. وإلى الأرض كيف سطحت. من الذي سطح الأرض حتى نمشي عليها؟ تخيل لو أن الأرض كلها جبال، كيف سنمشي؟ الله عز وجل هو الذي هيأ لك هذا، الله هو الذي خلق لك هذه المخلوقات. أعرف ربي بإنزال المطر من السماء فتحيا به الأرض فتصبح مخضرة. تخيل لو أن المطر نزل مالحا، لو أن هذا المطر نزل مالحا، ماذا سيكون؟ سيموت الزرع، سيموت الإنسان والحيوان، لا تستطيع. اشرب كوباية مية مالحة كل اللي ببطنك هيطلع، لن تعيش. لكن الله عز وجل يبخر الماء من البحار والمحيطات فيصعد البخار عذبا ليس مالحا، مع ان المية مالحة، لكن الذي يصعد العذب فقط والملح يظل في الماء. ثم يتكثف وينزل على صورة مطر. من الذي فعل هذا؟ قوة الله عز وجل وقدرته بتسخير الشمس، ثم يبرد فوق يتكاثف وينزل مطرا فينزل على الحبة فينبتها فتصبح الأرض مخضرة. من الذي فعل هذا؟ إنه الله عز وجل. أعرف ربي بإجابته دعوة المضطر إذا دعاه. حينما تدعو الله أن يشفيك يشفيك، حينما تدعوه أن ينجحك ينجحك، يشفي والديك يبارك لك. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ لا إله إلا الله.
وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ادعوني واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني. هذا كله يدل على ان الله عز وجل قريب منك. ماذا يجب علي اذا عرفت ربي؟ اذا عرفت ربي وجب علي ان اعبده، تصلي، تحج، تصوم، تزكي، تطيع والديك واخلص له العباده. فلا اعبد الا الله وحده، اعبده واخلص له العباده، لا اعبد الا الله وحده. والدليل قول الله تعالى: يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا الله الذي خلقك وخلق الذين من قبلك لعلك تتقي، يعني التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. التقوى هي أن تخاف الله وتعمل العمل الصالح لتدخل الجنة وتبتعد عن النار. وحقيقة العبادة أن أفعل ما أمر الله به وأترك ما نهى الله عنه. اللي ربنا قال لك تعمله تعمله، واللي قال لك ما تعملوش تبعد عنه. هذه حقيقة العبادة. أسمي مخلوقات الله التي أمامي. هنا المخلوقات التي أمامنا البحار، هنا الأغنام والطيور، هذه من مخلوقات الله عز وجل. هنا أشجار النخيل، من الذي يعطيك التمر الجميل والسعف والجريد لنصنع منه الأشياء؟ الله عز وجل. بل بحار، الأغنام والطيور، أشجار النخيل، ننزل تحت شوية عشان نكمل، هنا الأشجار، هنا النحل والزهور، هذه الزهور تعطينا الرحيق، العسل اللي النحلة بتمتص منه الرحيق، والنباتات والأزهار الجميلة التي تتغذى عليها الحشرات مثل الفراشة والنحلة. حط هنا كلمة الأزهار، نحط عليها همزة، همزة وصل، همزة قطع قصدي، يعني لازم تتكتب قطع، همزة قطع. تمام. أمثلة لعبادة الله تعالى: أحافظ على صلواتي، لأن الله أمر بإقامة الصلاة وهي الفرض الثاني من فروض الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقامة وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. أحب الله لأنه خلقني ورزقني وهداني للإسلام. أخاف الله لأنه شديد العقاب. أرجو رحمة الله لأنه غفور رحيم. أتوب إلى الله من الذنوب لأن الله يحب التوابين. يبقى العبادة تحافظ على الصلاة عشان ربنا أمر بكده، وتحبه لأنه الذي خلقك ورزقك وهداك، وتخافه لأنه شديد العقاب فتبتعد عما نهاك عنه، وترجو رحمته لأنه غفور رحيم. ولا تقنط من رحمة الله. أتوب إلى الله دائما من الذنوب لأن الله يحب التوابين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أول حاجة العبادة، أو هنا إخلاص العبادة، يعني تعبد الله وحده. إخلاص العبادة مثاله الصلاة والصوم، مثال العبادة. الحق الثاني: لا يشرك بالله شيئا، لا يشرك بالله شيئا، مثاله لا ندعو غير الله ولا نسجد لغير الله
لا ندعو غير الله، ولا نسجد لغير الله، ولا نذبح لغير الله، ولا نخاف إلا الله. يبقى هذا حق الله على العباد، إخلاص العبادة ولا نشرك به شيئا. الأسئلة: أعدد ثلاثة من المخلوقات التي أعرف بها ربي. البحار والجبال والليل والنهار والشمس والقمر. كفاية دول. إذا عرفت ربي وتعالى سبحانه وتعالى، فماذا يجب علي؟ أعبده وأخلص له العبادة، فلا أعبد إلا الله وحده. أعبده وأخلص له العبادة، فلا أعبد إلا الله وحده. ما حقيقة العبادة؟ أفعل ما أمر الله به، وأجتنب ما نهى الله عنه. أفعل ما أمر الله به، وأجتنب ما نهى الله عنه، أو أترك وأترك ما نهى الله عنه. هذه هي حقيقة العبادة. بعد ما نخلص كل حاجة نحط كده في النهاية جملة نقطة، هذا يدل على انتهاء الجملة. وفي النهاية البخيل اللي ما بيهونش عليه يحط لايك بعد الشرح اللي بتعب فيه واسهر عشان اجيب لكم الدروس، ما بيهونش عليه يعطيني لايك. الاقي 4000 واحد وعطيني 4 ولا 5 لايك، يعني ما اعرفش والله لماذا هذا البخل. وتدعو لنا وجزاكم الله خيرا، واسال الله لكم الفردوس الاعلى من الجنه انتم ووالديكم، والتوفيق والنجاح في الدنيا والاخره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.